اهلا بكم اصدقائنا في حلقه جديده من برنامج العياده. النهارده هنجاوب على سؤال: هل يمكن علاج التهاب شفرتي المهبل بزيت الزيتون؟ ولكن قبل البدايه لا تنسوا دعم القناه باللايك والسبسكرايب. اهلا بكم. والسؤال هو: انا امراه متزوجه منذ سنه، لاحظت منذ فتره الما وتورما في شفره المهبل مع حكه شديده وزياده في الافرازات غير الطبيعيه، فهل يمكن ان استعمل زيت الزيتون وادهن المكان به؟ فهل هذا ممكن وهل سيساعد على علاج مشكلتي وكيف يتم استخدامه؟ والإجابة هي نعم، يمكنك استخدام زيت الزيتون لتخفيف التهابات المهبل، وذلك لأنه يساعد على ترطيب الجلد ويحميه من الجفاف، بالإضافة إلى تهدئة المنطقة المصابة. وبالنسبة إلى طريقة استخدامه، تتم عن طريق خلطه مع زيت الأوريجانو لتحقيق فائدة أكبر، وتطبيق هذا الخليط على المنطقة الملتهبة من المهبل. وبالإضافة إلى استخدام زيت الزيتون، هناك أمور عليك اتباعها بالمنزل للتخفيف من هذه الالتهابات. منها: أولاً، يجب عليك عدم ارتداء الملابس الداخلية الضيقة، وذلك لأن منطقة المهبل ستصبح بيئة مناسبة لنمو البكتيريا والفطريات. ثانياً، لا تستخدم المنتجات العطرية على هذه المنطقة كالمناديل المعطرة، لأنها تؤثر سلباً على هذه المنطقة. ثالثاً، لا تستخدم الصابون لمنطقة المهبل، وبدلاً عنه استخدمي غسول طبي يصفه لك الطبيب. ومن الجدير بالذكر أن العلاج الطبيعي لا يغني عن العلاج الطبي، ويجب عليك في البداية زيارة الطبيب المتخصص ليحدد لك مدى شدة هذه الالتهابات حسب الأعراض التي تعاني منها. فإذا كانت شديدة، قد يصف لك طبيبك أدوية مضادة للالتهابات. وفي نهاية حلقتنا، نتمنى لك دوام الصحة والعافية، ولا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالحلقة وترك رأيك في التعليقات.